تتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وذلك بهدف تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة. تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، تستمر فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يهدف لتحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة. يمكن مؤتمر الصحة والتنمية البشرية هو مش بس مجرد مؤتمر، لكن هو يعتبر ملتقى دولي وعالمي لكل صناع القرار في الدولة المصرية والإقليم المحيط وأيضا الدول الأخرى لتعزيز كل الشراكات المبنية على الدليل والشراكات الصحية مع كافة الدول المختلفة. الجلسة اللي كنت بحضرها هي جلسة تخص إطلاق مبادرة تشامبس أو الأبطال، هي مبادرة للوقاية من التعاطي والإدمان، مبادرة بتركز على بناء أطفال، تنشئة أطفال أسوياء قادرين على الصمود، قادرين على المقاومة لكل الضغوط التي تؤدي إلى تعرضهم لخطر التعاطي والإدمان. نشكر مصر على استضافتها وإتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يتناول التنمية البشرية والسياسات الصحية، وكان لي الشرف أن أستمع لآراء واقتراحات هامة في هذا المؤتمر الذي يستضيفه هذا الصرح العظيم وهو العاصمة الإدارية الجديدة. فعلى المصريين أن يفخروا بهذا الإنجاز في ظل ما حققته مصر من نجاحات، منها أنها أصبحت خالية من الملاريا. وكوزير صحة أعلم أن هذا ليس بأمر سهل أن يتحقق. أيضا اليوم كان هناك اجتماعات مشتركة مع وزيري الصحة المصري والقبرصي لتبادل الخبرات والتعاون لتقديم أفضل الخدمات الصحية لشعوبنا. المؤتمر يناقش مجموعة من الموضوعات المتنوعة كالوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل، إلى جانب تناول الاتجاهات العالمية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز التعلم المستمر وتنمية المهارات. تكلمنا على كيفية التعاون ما بين الأكاديمي وما بين الشركات بحيث أن احنا نطور عملية نقل التكنولوجيا لصناعة الدواء، ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نوطن أكتر قدر ممكن من الدواء. المؤتمر النهاردة أو الفترة دي أو المرة دي بيضيف إلينا كلنا كصناع حاجة جميلة، أن وجود الشراكة الأجنبية، وجود كمان الاطلاع أو التعرف على المجالات المختلفة في مجال الصحة ومجال الرعاية الطبية اللي هي ممكن تخدمنا احنا كصناع للأدوية في الأصناف اللي هننزلها أو في السياسات والاستراتيجيات اللي احنا بنحطها لتغطية السوق المصري بكل احتياجاته ولتوفير أدوية المريض المصري. نشكر مصر على استضافتها لهذا المؤتمر الهام، وأثق أنه في نهاية المؤتمر سنصل إلى اقتراحات وأفكار ستساعدنا على تحقيق التطور في مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية. العلاقات بين مصر وقبرص علاقات ممتدة، ونستطيع أن نحقق المزيد من التعاون في المجالات المتعلقة بالصحة كمكافحة الأمراض. ولدي فرصة كبيرة لحضور عدد من الجلسات اليوم وغدا، وأثق أنه في نهاية المؤتمر سنكون أكثر حكمة ما في التعاون مع مختلف الملفات. يشهد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحولاً نوعياً من خلال توسيع النطاق ليشمل محور التنمية البشرية. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.